انا قررت اخلص من فاروق. استهدى بالله يا اخويا واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، دي ساعة غضب وهتروح لحالها. لا يا جمالات، ده قرار فكرت فيه كويس وما عنديش حل غيره خلاص. ما عندكش حل ازاي بس يا دكتور؟ لا اله الا الله، انت كده بتقفلها خالص. هي قفلت كده كده يا سعيد لوحدها، ما بقاش عندي حل تاني خلاص، على الاقل كنت خدت حقي. انت فاهم ان انت كده بتقتل اي امل في ان احنا نثبت براءتك؟ امل يا راجل عيب عليك، اذا كان اللي قتلت ماتت واللي حرضها مات، واللي ضحكك بقى ان هم متهمين ان قتلت الاثنين. يا دكتور انت كده بتنتقم من نفسك مش منه، لان فاروق هو دليل براءتك فتروح انت تقتله. انا ما بقاش عندي حل تاني خلاص، يقتله يهرب، وهروب من غير بنتي مش هيحصل. ايه يا سامية؟ يعني مش سامعين صوتك؟ انت موافقه على ياسين بيقوله؟ الدكتور واخد على خاطره من الدنيا، بس لما يقعد ويهدى كده هيشيل الكلام ده من دماغه خالص. انا عارفاه كويس، ده ما يقدرش يقتل فرخ. انا مش مجمعكم على فكره عشان اخد رايكم. امال القعده دي لازمتها ايه؟ مجمعكم عشان تاخدوا بالكم من نفسكم، ولو حصل لي حاجه تاخدوا بالكم من حبيبه ما تسيبوهاش. تعرف مشكلتك ايه يا ياسين؟ مشكلتك انك ربطت موضوع الامل وبراءتك بقضيه ابوك الله يرحمه لوحدها، وناس ان في قضيتين تانيين. قضيه ابوك دي البدايه، لو طلعت من القضيه دي هطلع من الاثنين التانيين. كان قضيه قتل عمك وقضيه قتل نسمه قضيتين لسه خيطهم طازه، يعني ينفع نوصل لها بسهوله؟ كلام يحيى صح، المصيبتين دول ما خرجوش بره ايد فاروق وامه. طب انا اقول لك على حاجه، سيبني بس اوصل للست اللي اسمها نهد دي، وساعتها هسيب الجثه قدامك، قرر تقتله ولا لا. ايه ده كده يا دكتور؟ واحد الله. قلت ايه؟ تمام يا اخويا، هو موافق. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.